وبعدين من هنا انا احيي اداره نادي الوحده الاماراتي برئاسه الشيخ دياب بن زايد. ليه بقى؟ اولا الناس دول اولا سعداء جدا بوجود الزمالك هناك، انا عارف طبعا المشاعر بتاعتهم عامله ازاي. واختيارهم للزمالك يعني يكفي انك في الاعلان بتاع الدوره تخيل يبقى فيها كده نادي القرن الحقيقي الزمالك، تخيل كده في الاعلان الرسمي، انت عارف قد ايه متعاطف معاك. الحاجة التانية أنا عارف جماهير الوحدة ومسؤولين الوحدة قد إيه بيحبوا الزمالك، وعشان كده كانوا متحمسين برضه إن مع أخونا حازم فتوح إن يشجعوه على إن الزمالك يكون طرف رئيسي في هذه. وبعدين برضه أضف إلى ذلك مباراة الافتتاح الوحدة والزمالك، ده برضه معناها قيمة الزمالك، رغم اللي يكسب منه يوصل النهائي، أنت عارف كده الأول مع الثاني، يعني أنت عارف الأول مع الأول والثاني مع الثاني يعني، فهو برضه ده معناه إنه بيقدرك وعارف كويس قوي إن عايز افتتاح جماهيري في جماهير الوحدة وفيها جماهير الزمالك. جماهير الزمالك في الإمارات وأنا قريب منهم ناس بتعشق النادي بشكل مش طبيعي. اللي حاصل فيه إيه؟ إن ده برضه لحسن حظ الشركة المنظمة ان الجمهور ده يفتقد الزمالك في ماتشات السوبر اللي فاتت. ما كانش موجود، انت عارف لو موجود هتحس انك حرقت ورقه مهمه. ايه انا اول امبارح كانوا موجودين، النهارده موجودين، مش فارقه كتير، لكن جمهور الزمالك متشوق انه يشوف فرقته وعايز يطمن عليها. هو قلقان بالتاكيد لان حاسس برضو ان الدنيا ها بتتحرك، بس هو عايز يملى ايده قوي من الفرقه. انا عايز ارجع الزمالك هيبه الزمالك في كل الماتشات اللي لعبها، فده مهم قوي. نادي الوحدة عمل ايه يا كابتن محمد؟ اولا خفض التذاكر عشان الجمهور، خفض التذاكر. الحاجة التانية استحدث حاجة كويسة قوي بالاتفاق مع الشركة الراعية انك تاخد تذكرة تحضر بقى كل الماتشات. يعني تبقى تذكرة واحدة تتفرج على كل الماتشات فيها. برضو ده يشجع كتير بتاع اضافة اي ماتش سواء زمالك او غير زمالك. كل الدورة كلها. فدي برضو بيسهل لك وبتخفيضات، ده بيشجع. وبعدين ازاي الجماهير في المصرية هناك بتلاقي ده بتحولها يا كابتن محمد لعيد. باخد الاسره الزوجه والاولاد والبتاع، انا رايح كده انت عارف اقضي يوم في حب مصر. بتبقى الجو ده والمشاعر الوطنيه بتبان قوي في الغربه، يعني انت عارف تحس ان انا متشوق اشوف ان النجوم اللي بتفرج عليهم في التلفزيون وعايز اشوف معتمد ونجاحاته مع الفرقه الدنيا ماشيه رايحه فين، وعايز اطمن ان الفرقه فعلا وقفت على رجليها. ده مهم قوي. هتلاقي الزمالك عامل زخم غير عادي لان اول مره في التاريخ نلعب دورتين وديتين متتاليتين في مكان واحد. ما بتحصلش، انت ممكن بعد كام شهر تلعب الدوره الوديه تاني، لكن دول ورا بعض لا، انت بتاخد زخم كبير قوي بيعيدك تاني، شعبيتك تاني بتحركك مره تانيه في هذه المناطق، واعتقد ان المكاسب فيها سواء ماديه او فنيه تكون على اعلى مستوى.